حيلتهمش إلا سيوفهم فقط، يعني بإن قد رأيت يا معشر قريش البلايا تحملوا المنايا، إلا ما هيكون قاتل واحد منكم أصابه قبل ما يتقتل هو. بسم الله نبدأ. نيجي بقى لوصول قريش لبدر. قبل ما قريش توصل لبدر، أرسلت حد منها، واحد منها اسمه عمير بن وهب الجمحي، علشان يعرف مدى قوة جيش المسلمين. دار ولف عمير بفرسه حول العسكر، حول جيش المسلمين كده من بعيد، علشان يستطع كأنه برضو فرض استطلاع يشوف عدد جيش المسلمين قد ايه تقريبا. شاف بفرسه ولف فرسه كده حوالين معسكر المسلمين، ورجع ليه قريش، جيش قريش، وقال لهم يعني ما قال لهم ثلاث مائة رجل يزيدون قليلا أو ينقصون، يعني تقريبا 300 رجل، يا إما يزيدوا حاجة بسيطة أو ينقصوا حاجة بسيطة، المهم هم تقريبا 300. وقال لهم ادوني بعض الوقت علشان اقدر احدد اشوف هل العدد ده هم عاملينه كمين او فيه مثلا ناس تانية، قوة تانية جاية وراهم. يعني قال لهم لكن امهلوني حتى انظر هل القوم كمين او مدد. رجع تاني في الوادي وراح لابعد وابعد الوادي، وبرضه لف وشاف ودور هل مثلا في قوة تانية للمسلمين جاية برضه. ما شافش حاجة وما لقاش حاجة. رجع لقريش وقال لهم ما وجدت شيئا، ولكني قد رأيت يا معشر قريش البلايا تحمل المنايا، نواضح يثرب تحمل الموت الناقع، قوم ليس معهم منعة ولا ملجأ إلا سيوفهم، والله ما أرى أن يقتل رجل منهم حتى يقتل رجلا منهم، فإذا أصابوا منكم أعدادكم فما خير العيش بعد ذلك، فروا رأيكم. يعني قال لهم أنا ما لقيتش حاجة، بس ما لقيتش إلا قوم ما حلتهمش إلا سيوفهم فقط، يعني بالمعنى البسيط يعني ناس جاية عشان تقاتل، يعني ما بتهزرش، ما فيش حد من رأيي فيهم هيتقتل إلا ما هيكون قاتل واحد منكم أصابه قبل ما يتقتل هو. أبو جهل فنصحهم بالعودة، نصحهم بالعودة. أبو جهل بقى رفض العودة لمكة. طبعا الكلام ده صار زعزعة في نفوسهم وخلافات داخلية. أبو جهل رفض العودة لمكة وأصر إن هو يقاتل ويوصل لسيدنا محمد وصحابة جيش المسلمين ويقاتلهم.